السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، يعني أنا جالي سؤال من الأستاذ أحمد جابر الأمين، بيقول لي نشتري ذهب دلوقتي ولا إيه رأيك؟ هو بيقول لي، هو بيسألني. شوفوا، أنا أرد عليه بالمقالة ديت أهو، خليكم معايا وأنا هنعرف دلوقتي إيه نشتري ولا ما نشتريش. البنوك نفسها بتشتري ذهب، البنوك بدل ما تحط دولار في البنوك بتشتري ذهب في جميع أنحاء العالم. خليكم معايا، الفيديو ده مهم جدا للناس اللي عايزه تفهم دولار ولا ذهب. خليكم معايا. راكمة البنوك المركزية على مستوى العالم احتياطيات الذهب هذا العام بأعلى وتيرة في 55 عام. يعني البنوك بتحط الاحتياطي بتاعها ذهب، بتحط في بدل ما تحط دولار تحط ذهب. احتياط بأعلى وتيرة في 55 عام لم تشهدها منذ 1967، وذلك تحديدا عندما كان الدولار الأمريكي لا يزال مدعوم بالذهب. ارتفاع طلب البنوك المركزية على الذهب بنسبة 28%. البنوك المركزية نفسها بداخل عاملة في الاحتياط بتاعها 28% من ذهب. ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 28% على أساس سنوي في الربع المنتهي من في سبتمبر، ووصل إلى 1181 طن وفقا لتقرير جديد لمجلس الذهب العالمي، حيث كان الطلب على الذهب هذا العام مدفوعا بشكل أساسي بالاتجاه نحو الأصول الأكثر أمانا وسط التضخم الحاد وتقلبات العملات الرئيسية، بحسب تقرير نشرته منصة كوارتز الأمريكية المهتمة بأخبار الأعمال الدولية. يعني يا جماعة، دلوقتي الوقت الناس عارفين ان احسن واضمن ملاذ امن للاستثمار او انك تعين اصولك المالية هي الذهب. يعني البنوك نفسها، لما البنوك نفسها هي اللي تعين الذهب، يبقى انت بقى عايز تفكر ما تفكرش. وبحسب التقرير يعتبر الذهب وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم، رغم ان بعض المحللين يعتقدون انه تحوط على مدى آفاق زمنية طويلة للغاية تمتد على مدى قرن أو أكثر. 400 طن طلب البنوك المركزية على الذهب يسجل رقما قياسيا، نشأ جزء كبير من الطلب في البنوك المركزية خلال الربع السابق مسجلا رقما قياسيا بنحو 400 طن ذهب. رفع صافي مشتريات البنك المركزي حتى الوقت الحالي 673 طن. ويذكر أن التقرير مزيجا من عمليات الشراء الثابتة التي بلغت عنها البنوك المركزية ونسبة التقرير. يذكر أن التقرير مزيجا من عمليات الشراء الثابتة التي بلغت عنها البنوك المركزية ونسبة التقرير ونسبة تقديرية لعمليات شراء غير مبلغ عنها بحسب تقرير مجلس الذهب العالمي. هنبدأ بقى نشوف البلاد نفسها عملت ايه. تركيا، هنبدأ بتركيا. تركيا اكبر مشتري للذهب بالربع السابق. اشار التقرير ان تركيا اكبر مشتري للذهب خلال الربع السابق، تلتها اوزبكستان بشراء نحو 26 و13 طن طنا، ثم الهند بكمية سجلت 17 طن و46% طنا، ولا تبلغ قيمة البلدان عن المشتريات، ولا تبلغ جميع البلدان عن مشترياتها من الذهب بانتظام. لذلك من الصعب معرفة الكمية التي اشترتها الصين وروسيا على سبيل المثال خلال نفس الفترة. يعني في بلاد بتشتري وما بتقولش، ما بتدخلش في التقرير ده، تمام. طيب هنقول بقى كمان الهند بقى تدعم الهند احتياطاتها من الذهب خلال الفترة الحالية. وعادة ما يشتري المستهلكون الهنود المجوهرات الذهبية قبل موسم الأعياد في شهر أكتوبر من كل عام، لكن بغض النظر عن ذلك اشترى بنك الاحتياط الهندي 13 طن من الذهب في يوليو الماضي و4 طن في سبتمبر الماضي، ما رفع احتياطياته إلى 785 طن وفقا لمجلس الذهب العالمي. المركز الهندي
ينوع احتياطاته من الأصول. قد يكون أحد أسباب قيام بنك الاحتياط الهندي في شراء الذهب هو محاولة تنويع الأصول التي تكون فيها احتياطياته من العملات الأجنبية متوقفة. في عام 2022 انخفضت الروبية الهندية بشدة مقابل الدولار الأمريكي بنحو 10% بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي، لكن بنك الاحتياط الهندي استخدم احتياطياته من العملات الأجنبية لتخفيف حدة السقوط. يعني يا أخي خلاصة الموضوع يا أستاذ أحمد، اشتري ذهب وانت يعني اشتري ذهب، بس أنا برضو رأيي أنا بقى كمان ان انت الذهب ده لو انت محتاجه قبل سنة ما تشتريش ده. الذهب لو انت مش هتحتاجه الا بعد سنة او سنتين، ده يعني انت فاهم، اشتري وانت مغمض ذهب، ربنا ان شاء الله يحرص لك فلوسك وانها ما تخسرش وتفضل موجودة بقيمتها اللي انت عاوزها. واتمنى لكم التوفيق والخير، واتمنى ان انتم تكونوا بتستفادوا من الفيديو بتاعي اللي هو يعني اللي احنا دايما بنحاول نتكلم على الفايدة ومصلحتي اعمل ايه واشتري ايه وما اشتريش ايه. واتمنى يعني لو معلومة صغيرة يا جماعة انا هبقى سعيد جدا ان انت تعرفها مني، هتبقى في ميزان حسناتي بإذن الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.